هذا الشيء هذا هو عصاره ديال تربيه الاسره. انا تصدمت لا من ناحيه ديك الخانه ولا من ناحيه ديك خيتي لا من ناحيه ديك الطرف الثالث اللي معاهم. حنا ضد التبرج، ولكن حنا ما كاينش شي سلطه كتعطينا الحق نعملوا شي بنت فحال هيداك. ملي كتجي تبحث على الهدف ما كتجبر حتى شي نتيجه، ما كاين حتى شي هدف، تهور فقط، فعل طائش. بغاو يلبسوا ديك الشيء يلبسوه للرجال ديالهم او اللي يلبسوه في الاماكن الخاصه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تعليقا على هذا الفيديو هذا، المسؤوليه كامله كتوجه للاسره، لان هذا الشيء هذا هو عصاره ديال تربيه الاسره. كنشوفوا ديك الطفل الطوطال ديالو عنده 21 عام، اذا باقي ما التقطتي الاشاره بالنسبه فيما يخص الدور ديال الوالدين في هذا السن هذا، اذا هنايا كاين واحد التقصير من الوالدين بدرجه اولى. الا جينا نشوفوا غنجبروا واحد التناقض رهيب. هو دابا كيتنمر عليا وكيضحك عليا، والهدف معروف انه باغي البوز، باغي يتشهر، باغي يبان مع صحابه، زائد الزياغه ديال الدراري ملي كيكونوا مع بعضياتهم، كل واحد شنو كيش كل واحد كيفاش كيفكر، يعني ما كيردوش يبان العواقب. كيف يعقل انا ملي تكون ماشيه في الطريق متبرجه، واش غير واش كيقتصر الحال عليا هي ما تلبسش ديك اللباس؟ ما كيقتصرش عليك انت تغض البصر ديالك. هنايا موجه الطرفين، انت خصك تغض البصر ديالك وهي خصها تلتزم باللباس الشرعي، وعلى الاقل تستر راسها شويه، ولكن ما عندكش الحق وما كيعطيكش الصلاحيه انك تعمل هذا الفعل. اش غنقول لك اخويا، انا تصدمت لا من ناحيه ديك الخانه ولا من ناحيه ديك خيتي لا من ناحيه ديك الطرف الثالث اللي معاهم اللي كيصور. من ناحيه ديال جانب انه ما عجبنيش الحال اخويا، والهدف ديالو هو البوز والضحك منه، وانت غاتعرف الضحك منه، الضحك منه بوز منه كلشي. هما كيعملوا هادشي هذا في الاخر كيتنادموا مع الحاول، وفي الاخر هاد القصه هادي كامله كيبقاو فينا الوالدين كيبقاو تجرجروا محاكم وهادي واللي تشهر ها اللي هادي ها اللي هادي، وانت غاتعرف ما كيمثلش الشباب الطنجي هادي. اولا الشباب الطنجي ما معروفش على هادشي هذا. حنا ضد التبرج، حنا ضد التبرج، ولكن حنا ما كاينش شي سلطه كتعطينا الحق نعملوا شي بنت فحال هيداك، يعني هذاك كيتسمى غير باش تعمل بوز، حيت اصلا داك الشيء كان فحال اللي معدل، فهمتيني؟ يعني هما متفاهمين باللي عايصوروها، فهمتيني؟ والغريب في الامر هو انه كيضحك وصاحبه كيصور، يعني واحد قمه الجهل وصل الى المجتمع. يعني غير هذه واحد اللقطه بانت واصلا كانت معدله، يعني هما كانوا قاصدين يصوروا، اما اللي ما كيصوروش راه لا حول ولا قوه الا بالله. وكنتمنهم السلطات، كنتمنهم السلطات طبق قانون. حنا المشكل ديالنا في المغرب هو واخا كتوقع شي واقعه فحال هيدا، اغتصاب، تحرش، قتل، ما كيطبقش قانون، وتا الى طبق قانون من بعد كيتم التخفيف. مسائل فحال هيدا ما فيهاش التخفيف، فيها العقوبه الصارمه، فهمتي؟ وحنا كنتمنوا بنات ديالنا، خوتنا، العائلات ديالنا، بنات الحومه ديالنا، بنات المغرب كامل، تا هما يحشموا شويه ويستروا راسهم. بغاو يلبسوا ديك الشيء يلبسوه للرجال ديالهم او اللي يلبسوه في الاماكن الخاصه. بغيتي تلبس اختي ديك الشيء، ركب في الطوموبيل ديالك من باب الدار وقصد البلاصه اللي عاد تشيدي لها، وما تمشيش في الشارع هيداك، واش فهمتيني؟ انا كشاب كونسيغنو هاد السوجي هذا ديال التحرش كنندد وبقوه، كنسنكر هذا الفعل الطائش التهوري مع الطفل، مع هذا الشاب هذا عفوا، وكنطرح واحد السؤال وجيه جدا، علاش هذا التصرف هذا؟ بغينا نعرفوا هذا الشاب هذا علاش عمل هذا التصرف هذا؟ شنو السبب؟ ما الهدف من هذا الشيء هذا؟ ملي كتجي تبحث على الهدف ما كتجبر حتى شي نتيجه، ما كاين حتى شي هدف، تهور فقط، فعل طائش. حنا في 2021، يعني الزمن الغفله ولا ما بقاش، يعني ملي عتعمل واحد التصرف. حنا في 2021 وكاينه التقنيات، كاينه التكنولوجيا، السوشيال ميديا، عرف راسك انك تعرض راسك للخطر. وحنا الشباب بالعكس كنلتمسوا منه انه يكون هو الطبقه الواعيه، هو الطبقه اللي خصها تكون في الواجهه، كنتصدموا كنجبروا افعال بحال هذه. لهذا لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي كنقول.